قال المؤلف رحمه الله: شروط صحتها: الأول استيطان، الثاني عدد الجمعة، الثالث دخول الوقت. وليست الخطبتان من شروط صحتها، بل هما سنة ومحلهما بعد الصلاة. نعم، هذه شروط صحة صلاة العيد. أول الاستيطان، استيطان اللي هو يعني البقاء في الوطن. أما أهل البادية فهؤلاء يعتبرون غير مستوطنين، هؤلاء ينتقلون بين فترة وفترة خلف الكلى خلف الماء، فهم غير مستوطنين، فلا تقام الجمعة، كذلك لا تقام الجمعة ولا تقام العيد في البادية، وإنما تقام في الحاضرة حيث الاستيطان. والناس على ثلاثة أحوال: إما مستوطن وإما مقيم وإما مسافر، إما مستوطن وإما مقيم وإما مسافر. والمستوطن هو الذي يعيش في هذه البلد، الأصل أنها مستقره إلى أن يتوفى الله تبارك وتعالى، هذا يسمى مستوطن. المقيم هو الذي يسافر إلى بلد ويبقى فيها مدة أكثر من 4 أيام أو غيرها، فهذه قال له مقيم وإن كان ليس مستوطنا. ثم المسافر وهو الذي يعني يسافر 4 أيام فما دون على قول المذهب. فالقصد أنه لا تصح إلا من مستوطن، لابد أن يكون مستوطنا، هذا الذي يعني تجب عليه الجمعة العيد عفوا، إنما المستوطن فقط. أما المقيم لا تجب عليه الجمعة، وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة، وكذلك كما قلنا أهل البادية لا تجب عليهم صلاة العيد. قال: عدد الجمعة، مر بنا في صلاة الجمعة أنهم يشترطون 40، وقلنا المسألة خلافية بين أهل العلم، هل يشترط حضور 40 أو لا يشترط؟ والأظهر والعلم عندنا أنه لا يشترط، وبالتالي كذاك لا يشترط في صلاة العيد حضور 40. ثالث دخول الوقت، وسيأتي بيان وقتها. قال: وليست الخطبتان من شروط صحتها، لأنه قال هي كالجمعة، الجمعة من شروط صحتها الخطبتان، لابد من الخطبتين ولا ما تصح صلاة الجمعة. بينما صلاة العيد الخطبتان فيهما سنة وليست من شروط صحتها، لو حضر الإنسان صلاة العيد وانطلق يعني ما أحد يكلمه أبدا، سنة الخطبة. بينما الخطبة في صلاة الجمعة ركن أو شرط لصحتها، لا تصح إلا به خطبة الجمعة. نعم، قال: ومحلهما بعد الصلاة، لأن الجمعة الخطبة متى تكون؟ قبل الصلاة، بينما العيد الخطبة تكون بعد الصلاة. ولذلك لما كان في إمارة مروان بن الحكم على المدينة خطب قبل الصلاة، خطب العيد قبل الصلاة، فقام إليه رجل وأنكر عليه وقال: الخطبة بعد الصلاة ليس قبل الصلاة. فقال له قام سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأيد الرجل، قال: نعم الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. قال: لم يكن الناس يجلسون، يعني يقول الناس ما يجلسون يصلون يمشون، لا أنا بخطب قبل عشان يقعدون يسمعون الخطبة. فأنكر عليه أبو سعيد الخدري وأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك، فخطبة العيد إنما تكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة. نعم.